مالك هم صديقتنا وكانت كنا نطلع سوا ودائما سوا، فهي حبت الأغنية وهي تدرس إخراج، فقالت إنه أريد أصور الأغنية، فجت فكرة التصوير بهالمدينة اللي هي من أحلى مدن العالم اللي هي نيويورك، وخصوصا منهاتن، فكان هناك هاي كانت فكرة التصوير، انه جو نيويورك هو جو يعني بي نوع من البروده وبي بيفد بها فد الوان معينه تلائم جو الاغنيه. هي كانت اول تجربه يعني الفرقه للفرقه ويمكن الفرق العربيه انه يسوون هناك تصوير اغنيه الحمد لله. نعم طبعا حسن، انا هم أنا اريد اسالك سؤال، احنا لاحظنا بحفلاتكم بامريكا وايضا بالكليب لاحظنا الممبر الجديد اللي وياكم اللي هو مروان، احكي لنا شويه انه شلون فات وياكم مروان وليش يعني تواجد مروان بدل ارت بالفيديو كليب، واكيد المشاهدين يحبون يعرفون هاي المعلومه ايضا. طبعا هذا السؤال هواي سألنا بصراحة، خصوصا على صفحتنا بالفيسبوك وموقعنا الإلكتروني. مروان هو شاب عراقي يدرس الموسيقى بأمريكا بواشنطن دي سي، وتعرفنا عليه هناك من خلال أصدقاء. يعني هو كانت صدفة حلوة انه ارت اللي هو يعني من مؤسسين الفرقة وهو اكيد واحد من عندنا لحد الان ما قدر يجي الامريكا لانه صارت عنده مشاكل بالسفر واضطر يكون باوروبا ويا اهله، فما قدر يجي، فاحنا متفقين يعني هذا اتفاق بين كل اعضاء الفرقة انه لما يصير ظروف مشاكل بالسفر او مشكلة تواصل فدائما يعني التوجه انه دائما الفرقة تمشي يعني ما توقف، هذا شيء مثل من مبادئ الفرقة انه ما يصير مشكلة او يعني صعوبات ويا اي واحد من عندنا تواجهه لازم الفرقة تكمل لانه هذا اسم الفرقة ما نريد يعني صح. يعني لازم طبعا. لازم يظل موجود بالساحة ولازم يكون دائما النشاطات متواجدة، فمروان هو صديقنا وشون اقول لك يعني هو فات رأسا بجو الفرقة لأن هو طالب موسيقى وموسيقى الجاز اللي هي من يعني تعتبر من أهم الستايلات الموسيقية، فقدر يفوت ويانك بجو الفرقة، وإحنا كنا محتاجين عازف بيانو يكون ويانا لأنه أرت مثل ما تدرون عازف بيانو وكيبورد، فمروان إجا مكانه والحمد لله. إحنا بالبداية يعني حتى قبل ما يصور ويانا مروان ظلينا فترة يتمرن سوا نشوف إذا ممكن يكون يعني مؤهل عضو فعال ويانا ويضيف شيء للفرقة، فشفنا هو يعني أول شيء روحه حلوة وموسيقيا هو قوي ويعجب ستايل الفرقة، فشفنا أنه هو دا ينطينا خصوصا بالحفلات. حسن عفوا تحياتنا المروان. حسن آخر شيء، إيش وقت نشوف فرقة UTN1 تغني ببغداد؟ بجواب مختصر والله احنا يعني هاي امنية من امنياتنا، احنا نتمنى بس تجينا الفرصة الحلوة، احنا اول ناس عاجبنا وجمهورنا تدري بالعراق أكيد. الحمد لله جمهور كبير، فاحنا من اكثر الناس اللي بس عاجبنا نلقي فد فرصة حلوة نروح البغداد نروح لعدة مدن عراقية نسوي حفلات، فصدقني احنا منتظرين مثل الناس يعني احنا هم منتظرين تجينا الفرصة الحلوة لنروح البغداد ان شاء الله. حسن نلتم كلنا هناك ببغداد ونغني ان شاء الله. حسن طبعا اخر كلمة تريد تقولها للمشاهدين السومرية اكيد ومعجبين UTN1؟ يعني السومرية هي من يعني أنا كإنسان عراقي كلش أفتخر بهالقناة لأنه قناة حلوة، قناة تحب الحياة تحب الفرح تحب تنشر السعادة تحب تنطي صورة حلوة عن الإنسان العراقي وشبابها ومذيعيها، هم من أحسن كوادر الفن والإذاعة العراقية، فأنا كلش من الناس المتابعين لهاي القناة وأتمنى كل الجمهور يتواصل ويانا عن طريق هاي القناة اللي هي من أكثر القنوات الداعمة لفريق UTN1. شكرا جزيلا حبيبي حسن. شكرا. تحياتنا لك وتحياتنا أخذنا من وقتك لأن نعرف إحنا بيروت ومع الأهل ومع الأصدقاء سلامتك همينة سلامتك أكيد وتحياتنا لكم إن شاء الله نسمع صوتك والأصوات الفرقة البقية.